Granero, Xabi Alonso, Granero, بيبي. التراجع الكامل من ليفانتي. هذا عمل مساعد آخر يعطي فرصة تسجيل هدف آخر. نعم هدف آخر لكريستيانو رونالدو، يسجل إذن الهاتريك لريال مدريد، ولاعبي الريال الآن يعبرون عن حبهم الحقيقة لجوزيه مورينيو، لأن جوزيه مورينيو كان تحت الضغط، والريال كان تحت الضغط عندما كان متخلفا لغاية الدقائق الأخيرة للشوط الأول من المباراة. بداية سعيدة للشوط في الشوط الثاني، كريستيانو رونالدو والهاتريك الآن. يعني شوف برشا خسر 3 نقاط الآن، يعني ميسي ما سجل، كريستيانو رونالدو يأتي بالهاتريك قوية جدا جدا، يصطاد مرمى مونوا. يعني كريستيانو رونالدو في المباريات السابقة لعب 3 مباريات دون أن يسجل أي هدف في مرمى ليفانتا، لكن اليوم في مباراة واحدة يسجل 3 أهداف، صاد مرمى مونوا 3 مرات، مرة بالرأس والمرة الأولى من ضربة جزاء، والآن أمامنا التسديدة السنة بالضبط الآن، يعني 58 إلى 48 الفارق إلى 10 نقاط. لكن آخر لقب للريال في الليغا كان في عام 2008، وفي مثل هذه الجولة كان ريال مدريد 53 برشلونة 44 نقطة. هدف جميل من الأهداف الاحتيادية، الكرات القوية اللي ما قدر على الإطلاق.